ورحمة الله وبركاته، معاكم أنا أبو العنين من جروب مختصون في التبريد المنزلي. النهارده حابب أتكلم معاكم عن حاجة كلنا إحنا بنعملها. ساعات بيجي لي فني بيقول لي يا باشمهندس أنا بشحن التلاجة وبحس إن الضغوط بتاعتي مش مظبوطة، وساعات بزود في عيون عم تبدأ التلاجة تتظبط معايا، وبيقابلني بعض المشاكل معايا في الشحن. بعض المشاكل اللي بتقابله في الشحن دي مرتبطة بعدة عوامل كبيرة أوي، وهي أساسيات بسيطة بس احنا كلنا بنتجاهلها في الشغل فيها. لو أنا ماشي بخطوات الشغل بتاعت المظبوطة خطوة خطوة، اللي أنا لحمت جيد، نظفت الدائرة جيد، عملت الفاكيوم البتاع المظبوط جيد، فأنا في الوقت ده مش هحتاج إن أنا أدور كتير في عيوب في شغلي. فأنا عندي عيب بيقابلني في الشغل بتاعي، اللي أنا اول ما ببتدي الشغل بتاعي واتوكل على الله بقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله، اللي انا عندي حاجه اسمها تستيب في شغلي، اللي انا بست في المصوله اللي انا هلحمها الاول. لو كنت انا بركب كومبوسر جديد او انا بفك عشان انضف، اراعي جدا تستيب المواسير بتاعتي، اراعي جدا وضع الفلتر الكويس هيبقى ازاي، وبراعي عده اسباب. انا معايا عطل هوريكم هو دلوقتي، انا معايا سكيت القطعيه او لو يكن، وجيت وقطعت قطعة من الشبكة ولا من اي حاجة عشان اسويها. وطبعا لما اجي اربط بالسكينة اربط سنة واحدة بس بسيطة، سنة بقى مش اربط جامد يعني، سنة واحدة بسيطة لحد ما تاخد معايا الدورة بتاعتها، واربط السنة التانية والف السكينة واحدة واحدة. جابت معايا خلاص، قطعت في الماسوره اللي الحم عليها كده، اتوكل على الله الحم على طول. صح؟ لا غلط. كده انا عملت شغل غلط. قبل ما الحم لازم اصنفر بصنفره او بمبرد، لازم يكون معايا موجود معايا في الشنطه، اصنفر صنفره جيده جدا عشان خاطر اضمن ان اللحام بتاعي هيمسك جيد ومفيش تحته عوازل او اي دهان من الدهان اللي قدام ده ممكن يخش معايا يسد الدنيا. الحم على طول غلط. المفروض اول مقطع الماسوره بصفه عامه لو انتم شايفين قدام الكاميرا الماسوره قبلت معايا. لما اجي اعمل انا جزء كده ولحمته وقطعت حته في مكان تاني وعملت نفس الحركه والحم، الضغوط هتبقى معايا مظبوطه ازاي يا جماعه؟ اول مقطع الماسوره ديت المفروض يكون معايا مفك رفيع، اي حاجه احطها هنا واعمل كده ان انا اشيل الرايل بتاع الماسوره دي اللي عليها خالص، وبعد ما اشيله بالمبرد انضف جيد جدا. وفي بعض سكاكين القطعيه هي مش موجوده هنا الان، في بعض مساكين القطعيه بيكون فيها جزء في الجنب اللي انا بنضف مكان القطعه بتاعتي وصنفرها، وفيها برادك صنفره وصنفرها بحيث افتح الماسوره، او ان انا استخدم بنسبوز رفيعه بحيث انضف لو انا مش معايا اقل الامكانيات. اقل الامكانيات بكلمكم على اقل الامكانيات. نضفت فتحت البوز معايا، شوفوا في اختلاف، انا ما فتحتش جامد لسه، انا بديكم عينه بس. اما جيت بنسة البوز بتاعتي تاني وابدا ان انا افتح البوز بتاعي كويس، البوز بتاعي اتفتح معايا كويس، اصنفر الريش ده، شوفوا بقى يا جماعه الاختلاف ده اختلاف. وابدا بعد كده اصنفر بصنفره او مبرد موجود معايا، اصنفر صنفره جيده جدا، اصنفر صنفره جيده جدا بحيث لما اجي الحم بعد كده اللحام بتاعي يبقى لحام نظيف
وماسك وتحت بوز المفروض. كده انا عملت اول جزء اللي انا لما قطعت الماسوره والماسوره كانت مسدوده معايا زي ما انتوا شفتوا في الفيديو وعملي خلاص انا ما فتحتهاش ولحمت وجه مثلا الماسوره ديت بركبها في اول الشبكه على السكشن بتاع الكمبروسر اللي هو بدايه ضخ الفريو. فالماسوره بتاعت الكباس هتضخ لي الفريول فهي جايه مقابله معاها ماسوره. طب الماسوره دي لو مقفوله بالشكل اللي انتوا شفتوه ده الفريول مش هيعدي كويس في الشبكه، هيفضل فيه حمل على البستن بتاع الكباس. لما يفضل محمل على البستن بتاع الكباس هيأثر معايا على اجزاء الميكانيكيه بتاع الكباس، يبقى انا كده ببوظ الكباس بتاعي، ببوظ الكباس بتاعي بسوء فهم مني انا او بسوء استعجال. انا مستعجل داخل عند الزبون عاوز اخلص بثواني عشان اكيش الفلوس احطها في جيبي واتوكل على الله، تولع الثلاجه، يخفى الكمبروسر، المهم خدت ال 50 100 200 300 اللي خدتهم اي كان متفق مع الزبون حاطهم جوه جيبي وتوكلت على الله. في بعض الفنيين الا ما رحم ربي ما بيعملوش الكلام ده خالص. ده تنويه يا جماعه، لما يكون عندي قطعين في قلب الدايره وبعمل نفس العامله كده يبقى انا بضيع الكمبروسر مني، بنهيه في اقل وقت ممكن. انا مثلها لكم بالفلاح قوي 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 قوي. انا عندي خرطوم ميه وفتح الحنفيه بتاعتي والخرطوم مفتوح والميه نازله قدام. طب لو انا اتكيت على بوز الخرطوم سنه من قدام حصل عندي ضغط الحنفيه اللي انت عنه يا جماعه، اللي انا لازم احافظ على ترتيب المواسير واللحام بتاعي. انا هتكلم دلوقتي هتنقل من الجزء الاولاني للجزء الثاني. انا جيت لحته المواسير بتاعتي وظبطتها وخلاص عملت وصنفرت ولحمت. هل لما اجي الحم في المواسير الثانيه مثلا خلينا دي في الكباس، كباس معدول، طب لما اجي الحم في المواسير الثانيه اخليها واقفه كده ولا اعمل ايه؟ لا انا ليها افضل شيء في اللحام اللي انا اخليه نايم عشان اضمن ان الماسوره ما تخدش فيها لحام من جوه، اخليها نايم. هتنقل بقى من النقطه دي لنقطه ثانيه، بس قبل ما امشي في النقطه الثانيه اللي انا اقول لكم يا جماعه اللي مسار الغاز لما هيمشي داخل المواسير ومش هيلاقي قدامه اي اعاقه حيشاه، اي حق عايشاه هيمشي سلس وكويس ويحقق لي الخواص بتاعته. التلاجة هتبرد معايا تبريد جيد جدا ونضيف ومية مية وتمام التمام. دي نقطة لسه فيها الشرح هيبقى طويل، بس هتنقل من النقطة ديت لنقطة تانية وهي نقطة الفلتر. الفنيين اصحابنا واخواننا وحبايبنا بيشتغلوا بالبوري، وده شيء انا ما بشتغلش بيه ولا هشتغل بيه مدى حياتي. ففي حبايبنا واخواننا الفنيين بيشتغلوا باللمبه. انا بخص الموضوع ده لبتوع اللمبه. انا ركبت الفلتر في مكانه في الماسوره ايا كانت مثلا، وانا معايا اللمبه في ايدي اهو ومسرط اللمبه وهلح. اخلي النار الناحيه دي غلط والفنيين بيقعوا فيها. لما هسلط النار بتاعه اللمبه على الجزء ده اهو يبقى انا باثر هنا على المصفى الموجوده داخل الفلتر. يا جماعه مفيش حد يسال الفلتر ده بتاعي، ده بتاع غاز 600 والشركه اللي عامله دي مش انا. فلما اجي اسلط اللمبه هنا على الجزء ده في عندي هنا جوه الفلتر في مصفى، المصفى دي عشان تاخد الشوائب لو في عندي دخل مني حته دهان اي حاجه اي شيء موجود داخل المواسير. وبعدين السيليكا جيل موجوده هنا في النص وعندي في مصفى هنا تاني، هنا مصفى، هنا مصفى خرامها واسعه شويه، هنا خرام ضيق. هنتكلم بعد كده على الفلتر والخواص. لما احط النار هنا هتقفع لي المصفى جوه. فانا الشغل الصح والصحيح والدقيق في اللحام اللي انا اخلي النار على الجزء ده. شفتوا المفك؟ المفك ده انا اعتبره هو اللمبه، اخلي النار على الجزء ده. اللي هو هيجي فين؟ بالفلاحي كده اللي دي الماسوره راكبه اهي، الماسوره راكبه اهي والنار هتجي على الماسوره ده. يبقى انا
حطيت كل الضغط بتاع اللحام على الماسوره اللي بعيد على الفلتر، وفي نفس الوقت لحمت كويس وحافظت على الفلتر بتاعي من الخراب بتاعه. طيب نرجع ونقول لو انا مسنطر كويس ومعايا البطره اللي هي المساعده في اللحام وفاتح فتحه الماسوره كويس، واما اجي اركب، معلش انا فتحت الفلتر عشان اوضح لكم، واما اجي اركب الفلتر كده والحم، ويبقى الضغط بتاع اللحام على الجزء الحديد ده هو او الجزء المحمل هيسخن معايا جنيه سخونيه بسيطه مع اقل لحام، هيمسك معايا اللحام في الفلتر، وانا ضمنت 100% ان الفلتر بتاعي ما سخنش مني وباظ وبقى مظبوط. الفيديوهات طويله ومش عاوزكم تملوا، وعاوزكم تمشوا خطوه خطوه معايا في الشرح المفيد ده، كلنا هنستفاد، وان شاء الله لو كملتوا معايا سلسله الفيديوهات بتاعتي هنكمل مع بعضنا كل شيء، وهتبقوا فنيين فعلا بامانه. وقد اذن الاذان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم ابو العنين من جروب مختصون في التبريد المنزلي للحصات الضهر، وبالسلامه يا جماعه.